اليوم الثاني ماما بتغلي لي اللحم اللي ما شاء الله ربنا يبارك اللهم بارك. اليوم الثالث، اليوم الرابع في حياتي زغلول، اليوم الخامس، اليوم السادس في حياة زغليل اللحم، بسم الله ما شاء الله. اليوم السابع من عمر زغليل اللحم، ثلاث زغليل تحت راس واحد. بسم الله ما شاء الله. اليوم السابع عشر، حسيت أول حسواية اليوم الثامن عشر. اليوم التاسع عشر، اليوم العشرين، اليوم 21، يوم 22. تم من تحضين ثلاث زغاليل، طبعا الاهالي شلنا البيض بتاعهم علشان يتفرغهم كمان للزغاليل، هم عمرهم 22 يوم، قلنا نسيبهم لغايه 28 يوم وبالمره الاهالي تكون باضت بعد 10 ايام كمان، فاستفاد بعيش زياده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويرزق الجميع.
في اليوم 33 من عمر زغاليل اللحم. بسم الله ما شاء الله الزغاليل كبرت زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، والنتاية حست. ده العش الثالث تعتبر، والزغاليل معاها كانت حست النتاية دي من عمر 17 يوم. شايفين حنية الحمام، الذكر والنتاية الاثنين بيرقدهم على البيضة اهوت بيحموها، والزغاليل معاهم 3 زغاليل محضنينهم بسم الله ما شاء الله. حجمهم بقى كويس، لسه ما فطمناهمش لحد دلوقتي. ليه؟ لان النتاية كانت حصت وهم عمرهم 17 يوم، فاحنا فضلنا ناخد الحصى نحضنه تحت حمام تاني، فهو يمكن يوم ولا اتنين ان شاء الله البيض التاني ويفقس زغاليل تانية، فيبقى خدنا منهم 3 عشوش بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. دي الحصوة الاولى. اليوم 34 من عمر زغاليل اللحم، ونشوف الاهالي لسه الحصواية نفس الحصواية الاولى، وهتحصي ان شاء الله بكرة الحصواية التانية، وبكرة ان شاء الله نشوف برضو يكون الزغاليل اللي هي فقست بتاع البيض اللي احنا خدناه حضناه نشوفه برضو بكرة ان شاء الله. اليوم 35 من عمر الثلاث زغاليل اللحم اللي احنا حضناهم تحت القص ده، القص ده تاني بعض البيضة التانية بسم الله ما شاء الله. في اليوم 35 يا جماعة طبعا كان في بيضتين بيضهم قبل كده، والزغاليل ده عمرها 17 يوم، الوقت عمرهم 35 يوم. هنشوف البيض اللي انا خدته من تأمينهم والزغاليل ده عمرها 17 يوم حضنته تحت قص تاني، الزغاليل دي فقست دلوقتي وهنشوفها تحت القص التاني. دي الزغاليل اللي فقست اللي هم بتوع القص، هنشيلهم نشيل نشوفهم. يبقى كده خدنا العش الكبير ده، الزغاليل الكبيرة دي عمرهم 35 يوم، والزغاليل الصغيرة دي لسه فاقسين النهاردة من اول يوم، وفي نفس الوقت اخواتهم الحصى ده. شفت ازاي خدنا منهم كده بالطريقة دي في 35 يوم 3 عشوش. 35 يوم زغاليل، زغاليل عمر 35 يوم، زغاليل لسه فاقسة، حصى لسه البيضة التانية متباضة النهاردة بسم الله ما شاء الله اهو الحصويتين. طيب هنرجع الوقت الزغاليل دي للقص اللي متحضنين تحته اهو، رجعناهم النتاية مستنياهم. طبعا هي اللي محضناهم من البداية وهي دلوقتي تعتبر امهم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. طيب كده نقول ايه، كفاية على الزغاليل دي بقى عمر كده 35 يوم، دلعناهم كتير نفطمهم بقى يعتمدوا على نفسهم، هما الحمد لله بياكلهم لوحدهم. نشوف بسم الله ما شاء الله الزغاليل احجام محترمة. بسم الله ما شاء الله زغاليل محترمة احجام محترمة. اللحم نفطمهم بقى نقول له روح بقى اعتمد على نفسك، نسيبه مع الحمام يتعود على المكان وياكل لوحده ويعتمد على نفسه. بسم الله ما شاء الله 3 زغاليل احلى من بعض يا جماعة، مش عشان 3 يعني، هم ممكن خدوا وقت شوية لكن حجمهم مش مقصرين في اي حاجة بسم الله ما شاء الله. الزغلول التالت علشان الاهالي تتفرغ للحصى الجديد. مش عايز يتفتم، خلاص بقى تعالى كفايه عليك كده. ايوه بسم الله ما شاء الله كده القص يكمل على الحصويتين بتوعه، واشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.